انا وليد، ستة 36 سنة، من ولاية طوزر. نعمل دكتوراه في الشيمي، ونخدم مع جمعية مكافحة السيدة المثلية الجنسية. نحس في روحي من بارميلي مينوريتي، يعني من حيث زاد النيفو اللي انا وصلت، تعبت برشا على خاطره وما لقيتش حتى دعم، يعني من كسوة من أي أجهزة الدولة الكل. ما عاونونيش حتى في حاجة، بالعكس أنا حس في روحي مهدد في الدولة هذه. أنا عرفت روحي مثلي مني، أنا عمري 5 سنين. أما كلمة مثلية عرفتها يعني في مخالطة الجمعيات وفي المجتمع الكل المدني ومخالطة المثليين. يعني 5 سنين ما نجمش نعطيك الدات بالضبط حتى ما نتذكرش. أما أنا عمري 5 سنين، عندي ولود، زوز ولاد جيران أخوة، هذوما يعرفوا اللي هو بابا صعيب برشا، على اللي يجوا اللي يهدوني، يعني نحكوا لبوك ونقولوا له كذا وكذا ويزمك نافذ اللي احنا طالبين مع بعض. ومعي ولد جيران آخر زاد، أنا كنت أخبط شوي من ولد جيران، هو يعني عملوا له وصلوا للهارد، ما أنا ما وصلوش للهارد صوفت. يعني علاقة سطحية، وهارد يعني علاقة يعني ما عادش علاقة شرجية يعني بالبينيتراسيون. طفلي عمري 5 سنين، هما بالغين يعني 12 سنة. من وقتها هما، وقت اللي هما بدو ما كنتش نعرف، 5 سنين واحد ما يعرفش. اما من بعد كيف صار الاحتكاك الاولاني بالولاد، وقتها بديت فما حاجات نحس، فما حاجات غريبة وكل. ومن بعد بديت بعد 5 سنين هذوك بديت نفهم في روحي، يعني بديت نميل للولاد أكثر. يعني بديت دخلت نقرا في المدرسة، معناها ما نشوفش في روحي مع طفلة، نشوف في روحي مع طفل. ومن بعد صارت مرة أخرى حكاية، يعني بدينا نكبر شوي، بديت الحكاية يعني تكبر معايا، نتفهم دي ما عادش نحب على الولاد. يعني ونسمع في العبيد يحكوا على يعني راجل يخدم مراه، راجل يخدم مراه، مين اللي شوفها في الطبيعه ما شوف في راجل يعمل مع راجل، مش مراه راجل مع مراه. بقيت حاير يعني بريود، اسكو يعني نمشي مع رجال نمشي مع النساء، هكا هو وليت نمشي مع رجال. ما حكيت حتى لحد خاطرني خايف ومانيش فاهم شنو اللي صار، ما نجمش نحكي خاطر نخاف من بابا. بابا صعيب برشا ونخاف منه. بعد 19 سنة مش عرفت وحدي أولاد مثليين كيفي. وبعدها بدينا نحكي كيفاش أول مرة، كيفاش أول مرة، وقتها باش حكيتها أول مرة كيفاش صار. قلت 19 سنة سيري وحدي بيني بالروح. ميت في 19 سنة هذيك تطورت يعني لي براتيك الكل تطوروا. معناتها كنت المرة الأولى نحب بركة، من بعد وليت نحب ونتجرأ باش نعمل. بعد احنا حولنا، بعد في عمري 7 سنين حولنا من الدار هذيك، ما عادناش نسكنوا فيها، حولنا مش نسكنوا في دار أخرى أبدا، بعيد عن الدار هذيك. من زهري اللي أنا تعرفت على زيادة وجيران أخر مثلي ونقرأ مع بعضنا، وكي نمشوا نحضروا مع بعضنا يبدأ يعمل فما أرسلمون، فما تحرش وكل. يا اخي من وقتها بديت انا وجيرينا يعني بقينا بريود كبيره برشا، حاتيش اللي كبرنا يعني بارير مون 3 سنين تالي، يعني احنا يعني نمارسو مع بعضنا. هذيك انا فهمت لي انا نمشي مع رجال، ما جربت مع بني. بقيت مع طفله 6 سنين وهي وحبينا بعضنا، يعني هي حبتني وانا حبيتها. من بعد هي عرس، خاطر انا ما نجمش، خاطر يلزمني كامل نقرا دي رابور سكسيال مع البنات، عملتهم مع واحده تقرب لي. احنا بحكم في نفس الفامي وبحكم بدينا نبلغ من بعضنا، هي اقل منا بعامين. يا اخي فما صار فما احتكاك، وفما ساعات نبقى في دار جدي وحدنا، وكل كلية عملنا دي رابور سوفت
والمرة الوحيدة صارت فيها هارد يعني الطفلة صار لها ديفلوراسيون يعني، ومن وقتها خفت ما عادش نقرب لها. والله دي نوموكلاتور هي في الأصل يعني، باش نصنف روحي يعني هوموسيكشي أنا أو هوموسيكشي يعني، نحب الوليد أكثر. وعملت دي رابور مع البنات ما فهمش برشا يعني بليزير مع يعني سلون لي براتيك نجم نتسمى بي، مي سلون يعني لي سنتيمون وكل نتسمى امو. انا ما نشوفش في حكايه اللي هما غصبوني ولا حاجه، خاطر انا كنت اخبط منهم كي ما خليتهمش يعملوا حاجه هارد، ما نجموش يعملوا معايا حتى حاجه يعني اخرى. وزاد حكايه الطفله زاد ما هيش مخوفتني برشا، خاطر انا بعد عملت دي رابور اخرين مع بنات يعني، الحكايه ما هيش اذا كان جيت انا مصدوم من الحكايه ما نعاودهاش. نحنا في دارنا فما دو بوان، عندنا دو بوان اكستريم، يا اما ريليجيو على الاخر ويا اما واحد يعني ماهوش ريليجيو يعني لا علاقه بالدين. انا عندي امي ديما تصلي وكل، بابا وقتها كان ديما يسكر ما يصليش. ودانا مالي بابا يعني ما همش كل ريليجيو برشا يعني، كل شيء عندهم اسبري ان بو. ومالي الوالدة يعني الناس مسكرين برشا بالدين، وانا نتقرب اكثر للفامي تاع بابا. وبورتون يعني بعد طوروا شوي، ولو بابا ولا يصلي، ومن بعد اخوتي ولا يصلوا، وانا بديت قبلهم الكل نصلي قبل بابا وقبل اخوتي. ودخلت نحفظ في القران يعني في جمعيه قرانيه في طوزة، بعد ما كملت الميسيكل في اليونيفرسيتي يعني. انا عملت تكنيسيان سوبيريور، من بعد دخلت بقيت عام ونص يعني من لا نقرا لا نخدم، دخلت نحفظ في القران، حفظت 20 حزب من القران. وبعد رجعت نقرا، اوكي رجعت نقرا، حبست ما عادش نحفظ في القران يعني. وزدت تعرفت على ناس اخرين مثليين، بعد لا مش وقت هذا كان تعرفت على مثليين في وين نقرا. بعد ما كملت اي رجعت نقرا، انا عملت متريز بعد التكنيسيان، وقت كملت المتريز ما زلت ما نعرفش يعني المثليين الكل. بعد عملت الماستر، بريمير اني ماستر كملته وكل ونجحت يعني. وبعد في العام الثاني وقت نبدا البروجي تعرفت على المثليين، عام 2007 عام 2004 عرفت. ما في بقيت نقرا ما حلتش يعني المجموعة برشا يعني، نعرف مش ما نعرفش، اما مش كما بالطريقة اللي عرفت بها عام 2007. الحاجات الجديدة تعرفني يعني، قبل ما كنتش نعرف اكتيف، ما كنتش نعرف باسيف، ما كنتش نعرف لي زاكت بالاسم شنو يتسموا، ما كنتش نعرف اللي القانون اللي يحاسب على الحاجات هذيا. ما عرفت انا برشا حكايات، دخلت في جمعيات يعني. اول جمعية دخلت لها هي لاتيال وقت في مكافحة السيدة وكل، خدمنا اونكيت وقتها جيت نفهم زادا اللي انا كما انا بدني كما انا في القانون مهدد، زادا بدني مهدد بامراض.